أعلنت وزارة الثقافة وأمانة جدة اليوم عن انطلاق مشروع حصر العقارات الواقعة في جدة التاريخية بهدف تطويرها وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية. ودعت الأمانة أصحاب العقارات في منطقة جدة التاريخية بضرورة التقدم لبلدية جدة التاريخية بحي البلد ومواافاتها بصور الصكوك والمستندات التي تثبت ملكية العقار. معنا من الرياض الكاتب الصحفي أحمد سليس. سيد أحمد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني كيف تنظرون لهذا المشروع، مشروع حصر العقارات الواقع في جدة التاريخية، تحويل هذه المنطقة لمنطقة ثقافية وكذلك منطقة تاريخية وسياحية؟ أهلا وسهلا أخوي حسن وحياكم الله. الحقيقة أنه وزارة الثقافة من وقت طويل ومن من منذ يعني أنشئت وتولى قيادتها سمو الأمير بدر، وهي تقوم بجهود كبيرة يعني. وبالنسبة حتى الموضوع جدة التاريخية هي انطلقت من وقت طويل، ونذكر أنه مولاي خادم الحرمين الشريفين سبق وأن زار تطوير منطقة جدة التاريخية، وهم مستمرين في هذا المشروع. كان نذكر انه كان كمرحله اولى ويتبعه عده مراحل، بما يعني يعكس هويه جده التاريخيه ويعطيها زخم، خصوصا هي البوابه المهمه للبلد المقدس مكه المكرمه. هذا مشروع بكل تاكيد ضخم، واقول لك يعني كمان ايضا فخم، لانه هي يعني بالتاكيد سيكون مشروع عالمي بامتياز، بيكون من المشاريع التي تعكس مكان ومكانة المملكة العربية السعودية على كافة الصعد. كيف ترون هذا المشروع بعد اكتماله، بعد أن يتم تأهيله وتحويله لمكان سياحي وكذلك ثقافي، كيف ترون الإقبال عليه من قبل السياح حتى؟ والله أخي احنا لاحظنا في الفترة الماضية كانت هناك يعني بأحداث قام في نفس المنطقة المعنية الآن بنزع العقارات، بحيث هي الآن ستكون يعني أكبر مما كانت عليه. كان هناك إقبال كبير، كان هناك زيارات أيضا، حتى تتكرر زيارات الرجل الأول في البلد خادم الحرمين الشريفين، وحتى زوار المملكة من الزعماء ومن المسؤولين اعتادوا على زيارة جدة التاريخية وأبدوا إعجاب كبير، وكانت هناك فعاليات كبيرة وكثيرة. ولكن الفرق الآن أن المشروع سيكون بصورة أكبر، وستكون يعني سيكون مشروع عالمي بامتياز. وإحنا لا نقول يعني من حيث الشكل الموضوع على الورق رسومات والأشياء أنه سيعجبنا وكذا، لكن نعرف بإذن الله سبحانه وتعالى أن أي مشروع يقف خلفه تحديدا سمو سيدي ولي العهد سيكون مشروع عالمي، وهو يعيد ويكرر دائما انه لا يرضى بغير المقدمه. وبالتالي نعرف ان هذا المشروع سيجذب، سيكون يعني نواه جذب كبيره للمملكه العربيه السعوديه بكل تاكيد. شكرا جزيلا من الرياض عبر الهاتف الكاتب الصحفي احمد سليس.